ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. سادت حالة من الغضب جماهير وهيئة الترجي الرياضي التونسي عقب التعادل مع اتحاد بنقردان بسبب سافرة الحكم هيثم جيراد، حيث اعتبرت هيئة حمدي المدب أن الحكم لم يكن منصفا في احتساب الوقت الضائع، كما اتسمت قراراته بالانحياز للفريق الضيف مما حرم أبناء الجعايدي من فوز مستحق. وحسب بعض المعطيات فإن إدارة الترجي الرياضي التونسي تنوي التصعيد في قادم الساعات وقد تتخذ قرارات صادمة. من جهة أخرى تشد مساء اليوم بعثة الترجي الرياضي التونسي الرحال إلى بوتسوانا، أين سيواجه الفريق يوم السبت نادي جوانين جالاكسي البوتسواني لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا. وقد تحولت بعثة الفريق مباشرة إلى المطار، أين ستنطلق الرحلة في طائرة عسكرية. وتشهد تشكيلة الفريق في لقاء السبت غياب غيلان الشعلالي بسبب الإنذار الثالث. إخوانا ما تنسوش باش تدعمونا بجيم للفيديو، أبوني للشان باش يوصلكم كل جديدنا، والسلام عليكم. في الأخير كل الشكر والتقدير للإخوان المتفاعلين معنا في القناة، ونذكر منهم رضا دبابي، نجازي أحلام، علي زيدي، هالة الشرفي، ياسين نجاحي، شافي عربي، أحمد شيباني، سيف وقيس ميموني. كل الشكر والتقدير لكم اخواننا، مرحبا بالناس الكل، ولمتنا الترجي زينة، وان شاء الله في فيديو قادم يحلم كشخين، والسلام عليكم.